مجسمات العلاج بالصدمة، فكرة تحاكي سيناريوهات الموت المروعة التي تعيشها طرقة البلاد. وزارة الداخلية أرادت من خلالها جس نبض فعاليتها بتثبيت واحدة منها على مستوى الطريق السيار بالعاصمة بهدف تحسيس المواطنين وحثهم على احترام قواعد المرور. فكرة وإن استحسنها خبراء علم النفس إلا أنهم لم يتحمسوا لنتائجها. المشكل هو في ذهنيات المواطن، كيف راح تغير ذهنيات المواطنين؟ الآن أراهي معروضة كما يقولوا أراهي فلوتورود، أراكي اليوم طلعت شفتيها، لكن مع مرور الوقت راح تولف فيها هذه الحادثة. المشكل الحقيقي ليست السيارة، ليست ما هو السبب الحقيقي الذي يدفع كما يقولوا إلى تهور السائق في السيارة. محاولتنا علاج كما نقولوا ظاهرة اجتماعية وكذلك ليس فقط عن طريق كما نقولوا حادث مرور مصور. صوت المواطن كان مختلفا عن رأي الأخصائيين. صورة مؤثرة جدا، منظر مؤثر كثير كثير كثير، ولكن هل هذه الصورة راح تخلي أثر في قلوب بعض الناس؟ حاجة مليحة تحسس المواطن على حوادث المرور اللي راهم يصراو، ونتمنى يكرروها في عدة جميع الولايات. ما عرف نجوز هذه الطريقة بزاف، دوك حبست وشت هذه العفسة هذه صافي بليزير، باسكو لحقنا دوك الوقت والناس ولات تجري بزاف، راكي شايفها لي زاكسيدون. رغم الخيارات التي تطرحها مصالح بدوي في كل مرة للحد من حوادث المرور على غرار رخصة السياقة بالتنقيط، غير أن الواقع يثبت عكس ذلك، حيث تحصي الجزائر أزيد من 4000 قتيل سنوياً.